السلام عليكم، موجز الأخبار من قناة الشروق، أهلا بكم. أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو أن الجنات في أحداث الجنينة لن يفلتوا من سيف العدالة، وأن الدولة ستستفيد هذه المرة من التجارب السابقة. وأوضح في تصريح صحفي عقب اجتماع مع اللجان الأمنية ولجان تقصي الحقائق التي كونها مجلس السيادة والوزراء أن موضوع الديات سيتوقف تماما لينال القاتل عقابه وفقا للقانون. أشاد رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك بدور القوات النظامية في حفظ النظام والمحافظة على أرواح المواطنين، ودعا سيادته إلى الإسراع في معالجة أحداث الجنينة لأنها ترتبط بمسارات عديدة على رأسها موضوع السلام، مضيفا أن معالجة المشكلات في غرب دارفور يساعد في العبور بالسودان إلى وضع أكثر أمنا واستقرارا. شدد عضوان مجلس السيادة صديق طاور وعائشة موسى على ضرورة تعزيز الأمن وإحكامه وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون للحفاظ على الاستقرار والبدء الفوري في عمليات جمع السلاح. وأوضح خلال اجتماعهما مع حكومة الولاية بالفشر أن زيارتهما ضمن عدة وفود من مجلس السيادة إلى ولايات دارفور للوقوف على الأوضاع والترتيبات الأمنية لعدم تكرار ما حدث بالجنينة بولاية غرب دارفور. أصدر وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو بيانا صحفيا هنأ فيه الشعب السوداني بعيد الاستقلال، وأكد التزام الحكومة الأمريكية بالعمل مع الحكومة الانتقالية في السودان في سعيها لتعزيز السلام والأمن والازدهار واحترام حقوق الإنسان. شرعت شركة الفاخر للأعمال المتقدمة المحدودة تصدير أول شحنة ذهب إلى مدينة دبي بدولة الإمارات العربية، بلغت 155 كيلو بحسب الاتفاق المبرمي بين وزارة المالية والشركة. وقال رئيس الشركة محمود محمد في تصريحات صحفية إن عمليات التصدير ستستمر، وأن الشركة أعدت 300 كيلو جراما أخرى سيتم شحنها بواقع 100 كيلو جرام. نهاية الموجز، للمزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت الشروق.net. إلى اللقاء.